وتدبر. منزعج من ابنائك، مريض، تشوفني وانت جالس على عربة على سرير، مهموم، لك سجين، عندكم مشاكل في بيوتكم، في مشكلة معك مع, مع, مع مديرك او صديق لك، يا جماعة عليك ديون، في هموم كثيرة صح، في مشاكل، والله اني اشعر بكم، اسأل الله ان ينزل عليكم الفرج والسعادة والسرور. يا جماعة الرسول قال استغفروا الله، استغفروا، الاستغفار باب تطرقون ابواب توبة وابواب رزق وابواب رحمة، الاستغفار يفتح الابواب. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بس، يمددكم باموال وبنين، بس، ويجعل لكم جنات، بس، ويجعل لكم انهارا. الاستغفار، ما استغفر عبد استغفار صحيح الا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فقولوا استغفر الله، استغفر الله.